السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ طيب لله الحمد. أبغى بس حضرتك سؤال بس. اتفضل. وأنت نازل تسجد في الصلاة، تنزل على إيدك ولا على رجلك؟ على أي حاجة. يعني الحديثان الواردان في هذه المسألة ضعيفان، وإذا وأخذ بعض العلماء بفعل عمر أنه كان يقدم ركبتيه على يديه، أخذ بهذا الجمهور من العلماء الأكثرين. أحبك الله.